کہ ہمارا الحمدللہ آج کا پروگرام محفل حسن قرات اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام محفل حسن قرات کا پروگرام ہے, تو پروگرام کے آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب القاری عبد الباسط صاحب, وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر عوام الناس کو تلاوت کلام پاک سنائیں. قاری عبد الباسط. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خالق كل شيء والأرض والذين كفروا
قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ومن في الأرض إلا من شاء الله أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور وأشرقت الأرض بنور
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه مجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها